والآن إلى آخر أخبار الطقس. وعم حمد عبد الله. شكراً للصحراء يوسف. ونتابع مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. ونبدأ من القاهرة، فالعظمى 22 والصغرى 15، الإسكندرية 22 14، مطروح 21 14، بورسعيد 22 15، والإسماعيلية 23 و12، والسويس 23 15، العريش 21 14، طابة 23 14، وشرم الشيخ 25 18، والغردقة 24 و17. أما الأقصر 25 14، أسوان 25 13، الوادي الجديد 24 14، وشلاتين 28 20، وحلايب 24 20. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.